السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده متبين ليدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي معكم الدكتور محمد حسن عبد الغفار، أهلا ومرحبا يا دكتور. أهلا وسهلا، حفظكم ربي وشكرا لكم. تعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أمين أمين، يا رب يحفظك. بارك الله فيكم. اللهم أمين يا رب، وإياكم والمسلمين والمسلمات، وفيكم بارك الله. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نعتذر عن التأخير، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيما هو متبقي من وقت الحلقة وأن يبارك فيكم أجمعين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى شيخي كريم، يعني ما معناها أولا وكيف نحققها في أنفسنا؟ الحمد لله وكفى، وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، القرآن يتلى ليتدبر ونزل لينذر الأحياء. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي لا يستطيع أن يتدبر القراءة القرآن وهو يقرأ بقراءته يخشى، أو يعني يخشى عليه أن يكون قد وضع القفل على قلبه. قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا. عامة، نزولا على أمر حضرتك نبدأ الكلام في تعريف التقوى، ثم نرى لأن الآيات حقا السباق واللحاق من المفسرات والمقيدات في هذا الباب. لا، سأبدأ بما أمرتني سأبدأ به. التقوى كما قال بعض علمائنا من علماء السلف عن علي بن أبي طالب عن غيره، التقوى هي فعل الواجبات والمستحبات، فالعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، والمنع أو الكف عما حرم الله جل في علاه بنور يخشى عقاب الله، أو قل الكف عما حرم الله جل في علاه على نور من الله يخشى عقاب الله. هنا لو نظرنا إلى هذا التعريف، هو جامع حقا في هذا الباب يشفيه، هو العمل التقوى، العمل بالسنة وترك البدعة، والتقوى أيضا العمل بالمسارعة في الواجبات والانتهاء عن المحرمات، يردف ذلك النوافل المستحبات فعلا، وترك المكروهات أو المباحات أو بعض المباحات تركا في هذا الباب يحتسب في ذلك. هنا جمع بين الشرطين، التعريف هنا جمع بين الشرطين. الشرط الأول وهو صحة العمل بالمتابعة، وهي بالعلم على نور من الله على بصيرة، وهذه تجعلنا نأوي إلى أن نعلم أن كل من تعبد لله بالجهل لا يرتقي ولا يقبل بل مردود، وكل من تعبد لله بالرياء والسمعة لا يرتقي وهو مردود. اللهم ألهمنا الإخلاص يا رب العالمين. يبقى إذن هو يعمل بطاعة الله، وطاعة الله لا نعرفها إلا ما كان على وفق شريعة الله جل في علاه، على نور من الله، على نور، على بصيرة. يبقى إذن لابد من العلم هنا. ولذلك ماذا قال الله تعالى؟ هذا تبويب بوابه البخاري في كتابه، قال باب العلم قبل العمل. قال الله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن العمل على طاعة الله بنور من الله يعني بعلم. لذلك أي أحد يريد يتعبد لابد أن يسأل، لابد أن يسأل. وقال يرجو ثواب الله الإخلاص. يبقى عندنا الشرطان توفرا، والشرطان هما الإخلاص والمتابعة. لا يمكن أن يقبل العمل إلا أن يتوفر فيه الشرطان. الشرط الأول الإخلاص لله جل في علاه، إذ الله تعالى ما خلقنا إلا لعبادته، والله لا يقبل من العمل ما كان فيه تشريك، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، قول الله، وهذا حديث قدسي، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك النبي ماذا يقول؟ يقول: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. هذا ليس من قول النبي، قول النبي: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وهذا كما قال علماؤنا، المنافق دائما يؤتى بنقيض قصده. فمن عمل العمل
وكان متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يخلص لله لا يقبل ويرد، وصاحبه مرذول عند ربه جل في علاه مردود، وأخشى أن يسقط من عين الله جل في علاه، لأنه ما من أمعن النظر في الرياء والسمعة فإن الله لا يرفع له هامة قط، نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله العفو وقد والعافية. وقد يعمق النفاق في قلبي فيصل إلى النفاق الاعتقادي. نسأل الله العافية. نوصل بعد هذا الاتصال، نسأل الله العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أختنا أهلا مرحبا، تفضلي. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي يا فن. هل يجوز يا شيخ إن أنا أقرأ أحط في ودني سماعات وأنا نايمة كده وأقول القرآن وأنا نايمة، ولا ما ينفعش؟ حاضر. وتاني سؤال، تفضلي. الوسواس عندي شغال في الصلاة بشكل غير عادي، مش عارفة أركز في صلاتي أبدا. بنعافيك يا رب. حاضر. كيف بيأتيها كلها أنت ما قرأتي؟ لا بتوسوس، بتتلغبط في الصلاة. ما ركعتي؟ ما سجدتي؟ أنت سمع الشيخ؟ ألو، عايز حضرتك معانا. الشيخ يسألك ويقول لك، يعني يأتيك ويقول لك ما صليتيش، ما ركعتيش، ما سبحتيش، ما بسبح الحمد لله وكل حاجة وبصلي وبحاول أركز في الصلاة، بس مانيش عارفة. الخشوع يعني، خشوع والتركيز. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخانا، تفضل. الله يرضى عنك، تعيش. أشهد الله أني أحبك وأحب الشيخ محمد حسن عبد الغفار في الله. أحبك الله تعالى. أحسن الله عليك. الله يرضى عنك يا شيخ. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظله يوم لا ظل يظل. آمين. آمين يا رب العالمين. سؤالنا يا شيخ. تفضل. أنا لي أخ عايز يشتغل في تجارة العملة، هو وأخ تاني. واحد في الخارج في السعودية وواحد هنا في مصر. في مقابل إن الأخ اللي في السعودية هيبعت عملة لناس هنا في مصر وياخد مقابل، يعني يا شيخنا هياخد الألف هناك 1020 ويسلمها 1000 هنا. هل هذه الصيغة تجوز أم لا تجوز؟ وما الدليل؟ لا لحظة، يعني هو بياخد 1020 ريال ويسلمها هنا 1000 ريال؟ أيوة صحيح يا شيخنا. حاضر. تمام. حاضر. جزاك الله كل خير. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا مرحبا اخ ناصر، اهلا مرحبا، تفضل. ربنا يكرمك يا اخي. تفضل. ممكن اسال سؤال للشيخ؟ تفضل حبيبي، الله يرضى عنك. هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتنشف بعد الوضوء، يعني. حاضر، عليه الصلاه والسلام. السؤال الثاني، تفضل. عم اقرا مراجع الورد بعد الورد القراني بتاعي، يعني بعد الفجر كده، مو بفتح التلفزيون على قناة الندى، والضب قاعد ومراجع ومطول كده حاجة بسيطة كده، هل ده في شيء ولا ايه؟ ولا أما حاجة بتبقى مركز في القراءة ولا لا؟ ما بمركز أي، عشان هم أسمع لهذا كده واستفاد يعني. اللهم تقبل. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أنا مرحبا يا أختنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال بعد إذنك؟ تفضلي. دلوقتي أنا سني 42 سنة، ما التزمت في الصلاة والصيام، كان من سني 35 بصراحة، يعني قبل دوت ما كنتش بعمل كل ده، فهل ده عليا قضاء في الصيام والصلاة؟ حاضر. وشكرا ليكم يا فندم. يا رب يتقبل. وعليكم السلام. نعم شيخي كريم، من معنا؟ أم محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي. أهلا وسهلا بحضرتك. تفضلي. ارفعي الصوت وهاتي السؤال، الله يرضى عنك، تفضلي. ماشي. هو من فضلك. أم محمود. السلام عليكم. عويد الاتصال، بارك الله فيكم. نعم شيخنا الكريم. مسألة نسأل الله العفو والعافية من الرياء والنفاق وما يعني، لكن نريد تقوى الله عز وجل وأن نحقق هذا في أنفسنا، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تقوى. فماذا يفعل الإنسان كي يحقق التقوى؟ نعم ما زلنا نترك الآية بما فيها من السباق واللحاق، لكن نعم. حقا تقوى الله جل في علاه، يعني وإن سألت عليلا لا
لكن لا يمنعه الامر من علته ان يرشد غيره لعل الله تعالى يهديه هو. اصل التقوى في القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. هذه التقوى تكون بنقاء القلب، والمرء بسريرته عند ربه جل في علاه يرتقي او ينزل. يعني مدار رفعه المرء ومدار اصلا رقي المرء عند ربه جل في علاه بقلبه. فاصل التقوى في القلب، الا يحمل الحقد والغل والحسد على المسلمين، الا يعمق في قلبه شهوه الشهوه، ان يشتهي فين؟ في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كما كعرض الحصير عودا عودا. فايما قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء، وايما قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء. هنا تنقسم القلوب الى قلبين. فالحق ان نقول تقوى القلوب اصاله في هذا الباب، ان طهر قلبه كما قلت من الغل والحقد والحسد والحمل على المسلمين وعدم النظر للنفس، فهذا حتى لو اعترته المعصية فإنه بعد ذلك يسرع في التوبة والأوبة إلى ربه جل في علاه. فإن استطاع أن ينقي قلبه قد بلغ التقوى، وإن بلغ التقوى في القلوب بلغت التقوى في الجوارح. نعم شيخ الكريم، موضوع التقوى لعله يكون معنا طيلة هذا الشهر الطيب المبارك بإذن الله، ونحن سائلين الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن يعني أمين. في ثاني ليالي هذا الشهر الطيب المبارك كما بلغنا سبحانه وتعالى بجوده وفضله شعبان. نعم. نطمع في أن يبلغنا رمضان. إذن أمين يا رب العالمين. أسترق من حضرتك. نعم. هذه اللفظة. نعم. وأقول كلمة واحدة: شهر شعبان شهر عظيم جدا جليل، فيه فضائل جمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر شعبان شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع وفيه يرفع العمل، يحب أن يرفع فيه عمل وهو صائم. لذلك عائشة رضي الله عنه وارضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان. يصوم شعبان يعني ليس كل شعبان، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اتم صوم شهر قط كما قالت هي الا رمضان. انا اردت ان اشير شيئا واحدا، وهو ان هناك احاديث وان كانت فيها بعض الضعف لكن تتعارض على الفضيله في ليله النصف من شعبان، يقوي بعضها بعضا يعني يقوي بعضها بعضا، تتعارض ويقوي بعضها بعضا. نعم احسن الله لك، سامحني ان اغفلت التفسير، سامح. فهنا جزاك الله عني خيرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا، انا بسال يا مولانا، لا تعلمنا وتعلم الاخرين. فينزل ربنا نزولا نليق بجلاله وكماله، يدنو من عباده ليله النصف من شعبان، فيغفر لكل احد الا لكافر او مشاحن. وانتهز الفرصه ما دام قد ابقاني ربي في هذه اللحظه، انا ابرئ اي احد وقع في عرضي، وابرئ اي احد انا لي عنده مظلمه، ورب العزه ما اريد منه اي شيء لا في الدنيا ولا في الاخره. واي احد انا له عندي مظلمه او مشاحنه استغفر الله ثم استغفر الله ثم استغفر الله، واستميحه عذرا، واذا اراد مني شيئا انا موجود، اتحلل منه في الدنيا قبل الاخره في هذا الشهر الفضيل. وجزاك الله خيرا ان اعطيتني الفرصه الى مثل هذا. جزاك الله خير شيخنا الكريم. الاخت الفاضله، نعم، لو وضعت بعض سماعات في اذنها واستمعت الى كلام الله عز وجل القران الكريم وهي نائمة، يعني تسمع وتردد مستلقاة على فراشها، فما حكم هذا؟ طيب هو طبعا ما فما حكم هذا يبقى نبدأ به، لأنه هو الأهم والسؤال عنه. أقول جائز وليس فيه ثمة شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على حجر عائشة رضي الله عنها وأرضاها حالة كونها حائضة. كانت تقول: ينام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي ويقرأ القرآن وأنا حائض، تندهش، لأن الحائض لا تقرأ القرآن. فإذا قرأت مستلقية قرأت جالسة صح ذلك. لكن أقول الأكمل والأعظم والأرفع درجة هو تحقيق قول الله جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. يكون المرء على وضوء كامل ويستقبل القبلة ويكون على هيئة حسنة وأيضا على رائحة طيبة، لأن الملك يقترب حتى يستمع. إذا كان الرجل يعني يقرب فاه من فيه حتى يستمع منه القرآن، فيكون في هذه الهيئة الحسنة، هذا الأعظم أجرا. لكن هل يجوز هذه الهيئة التي سألت عنها الأخت الفاضلة الكريمة؟ نعم يجوز ولا شيء على ذلك. نعم جزاكم الله خير. من أسئلة الصفحة، جزاكم الله خير فضيل الشيخ الدكتور محمد، متعكم الله بالصحة والعافية. بالله عليك يا شيخ، في أخت لي طلقها زوجها بسبب أنها حملت
وهو قال انها لها انا طلقتك بسبب الحمل، هل يجوز لها ان تتزوج بعد شهور العده ولم يدخل بها الا بعد الولاده بس هيكتب عليها فقط؟ لا ما يجوز بحال من الاحوال. نعم. يعرض لها ماشي، لكن هي اصلا ايضا هي لا يعرض لها، لان دي مش بنونه كبرى، هي زوجه. يعني هو طلقها من اجل الحمل، اولا لابد ان انتهز الفرصه الاولى، اتق الله ربك، رزق ساقه والله لك، تزهد فيها كذا، تدفعه بهذه الطريقه، مكان الشكران جحود ونكران، فاتق الله ربك ورد امرأتك، وهذه نعمة من عائم الله عليك ورزق من الله ساقه الله إليك، أتخشى تخشى الرزق؟ قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق نحن نرزقهم وإياكم، وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهو أخطأ خطأ فاحشا فليستغفر الله وليتب وليرد امرأته. طب هو ما يريد؟ هي ما زالت في العدة، لأنه طلقها حاملا، طلق ليس بدعيا هنا، طلقها حاملا وظهر حملها من أجل الحمل، هي لا تنزل الحمل، هي ما زالت زوجة، ما زالت زوجة وعدتها إلى أن تضع الحمل، لا يجوز التعريض لها في الزواج، ولا يجوز لأحد أن يتقدم لها. والسؤال برمته لا يجوز أن أحد يعقد عليها، هي في علاقة الزوجية موجودة، يعني هي مطلقة من وجه وزوجة من وجه، لأنه يستطيع أقول لها رديتك بدون رضاها، بدون ولي، بدون شهود، طيلة فترة الحمل لعدتها الحمل، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم جزاكم الله خير شيخنا الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضل. ممكن اكلم فضيله الشيخ؟ نعم تفضل اخي. انا عندي ثلاث اسئله استاذ احمد الله يكرمك. نعم. السؤال الاول ان انا شغال في شغل، يعني انسبته، يعني ان انا تركت الشغل ومشيت هيمشوني، فوصل لي لو اكل بدرجه واحده بالليل لما خلصت الشغل. انت تعمل وماذا بعد؟ يقول ان الصلوات يعني تجمع الصلوات كلها معا في اخر الليل بعد العشاء. بعد العشاء صلوات. السؤال الثاني ان انا يعني قال لنا اخويا قال لي ما تجيش عندي، يعني اخويا الكبير قال لي ما تجيش عندي، وانا يعني ما رحتش عنده كده بقى انا اسف. حاضر، ربنا يعفو عنا جميعا. السؤال الثالث، اتفضل. هل ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعمار امتي بين 60 و70؟ عليه الصلاه والسلام. حاضر. السلام عليكم. طب نعاد الاتصال، بارك الله فيكم. نعم شيخنا الكريم، ايضا امه الله، مساله الوساوس في الصلاه وعدم التركيز وعدم الخشوع، كيف تعالجها في نفسها؟ نعم اسباغ الوضوء واحسان الوضوء اولا. اسباغ الوضوء واحسان الوضوء. الامر الثاني أن يعني الله تعالى مهد لنا حتى ندخل على الفرائض بأريحية أو قل بتهيئة النفس، تهيئة تامة ليقف المرء وقوفا طيبا أمام ربه. يبدأ بالنوافل، تبدأ بالنوافل كما إسباغ الوضوء، تبدأ بالنوافل، تستغفر الله، تقرأ القرآن قبل الصلاة، ثم بعد ذلك إذا صلت الفريضة تمعن النظر فيما تقرأ، تتدبره، حتى لو كانت ستقرأ سورة من السور تقرأ تفسيرها أولا، عشان يعني يكون القلب حاضر بفهم المعاني وهي تقرأ هذه السورة. وعند الركوع تركز على مسألة تعظيم الله جل في علاه، هذا إن شاء الله يضيع الوسواس. الأمر الثاني أنه لابد تستفتي أحد في مسألة الوسواس هذا وتلتزم بفتوى. الأمر الثالث كما قلنا دائما وأكررها، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أحمد. نعم الحمد لله، تفضل. زي حضرتك؟ في نعم والله الحمد لله. بعد اذن حضرتك كنت عايز اسال الشيخ محمد، سجود السهو يجزئ في اي جزء من الصلاه؟ يعني يجزئ في الاركان، في الشروط، في السنن، ام يجزئ في السنن فقط لا غير، ام في الشروط برضو معاها، ام في الاركان؟ حاضر، في امان الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا. يعني ما حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة؟ حاضر، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية. أخونا يقول إن في يعني هناك رجلان، واحد في السعودية وواحد في مصر، سيتعاملان في تجارة العملة، بس هو قال الصورة يعني مثلا لو هناك 1020 ريال، الآخر اللي هنا هيتسلمها 1000 ريال، فيسأل عن حكم هذه المعاملة. نعم شيخ، يعني لو كانت هذه الصورة على ما قلناه
يعني هذه الصورة ليست صرفاً أهو الآن في هذا الباب، هذه اسمها وكالة، وكالة توصيل على التوصيف الشرعي. فعشان نستخلصها بالوكالة وتصح وليس فيها ثمة شيء، هو أنه يعطي الألف ريال، يقول دي أوصلها لزيد هناك 1000 ريال ولك أجرة التوصيل 20 ريال، فيعطيه 1000 أولا فيقبضها لأنها سيوصلها هناك. أنا بديك الصورة، الصورة اللي تصح عشان ننتهي من مسألة الدخول في التقابض وكالة، يعني لأن التقابض، لأن التقابض في المجلس مهم ترى مصارف التقابض. طبعا إذا كان، إذا كان متفق في الجنس وفي العلة شرطان لابد أن يتوفر التقابض في المجلس مع التساوي. فهنا احنا نقول الآن هذه وكالة توصيل، فيبقى إذا توصيفها الشرعي أن الرجل اللي هناك هذا وكيل، فأقبض 1000 ليعطيها للآخر 1000 ويأخذ أجرة الوكالة 20 ريال. نعم، في هذا عشان تصح تكون بهذه النية. جزاكم الله خيرا شيخي كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. ما أدلة علوية الله سبحانه وتعالى، وما قولك في من يدعي أن الله في كل مكان؟ يا لا سامحني، سؤال طويل جدا. طبعا لكن ان شاء الله، لكن ان شاء الله نختصر. نعم. اولا علو الله في علاه، علو الشأن وعلو القهر وعلو المكان. طيب، علو الشأن هذا متفق عليه، وعلو القهر ايضا متفق عليه، النزاع هو في علو المكان. علو الشأن الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقار، الله له الكمال المطلق والجمال المطلق والبهاء والعظمة. علو القهر وهو القاهر فوق عباده والجميع يؤمنون بربوبية الله جل في علاه. فهذه بين المذاهب. انا صراحة ادهشني وقلت كلمة اسكندرانية سامحني، لان انا تعجب، تقصد التعجب. طبعا هي يا للهول يا للهول. نعم. ليش؟ لانه لا الان قالها، انا سمعتها من 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 اماجد في علم معين برعوا فيها، فلما سمعتها باذني منهم انا يعني كدت انهار، مع انه عنده علو واتقان في مادته العلميه تكلم فيها في مسائل الفيزياء. فلما يقول هذا الكلام ويقول بان الله في كل مكان، هذا اتفق اهل السنه والجماعه ان هذه الكلمه كفر مستقل. ان تقول الله في كل مكان انت مكذب للقران. قال الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى على وارتفع. قال الله جل في علاه أأمنتم من في السماء، وفي اللغه طبعا هنا الحروف يعتبرون، وهذا الصحيح عند اهل اللغه. فهنا أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء. نعم، ويؤكد حديث ابن مسعود الموقوف الذي هو مرفوع حكما. لا تعني الظرفيه هنا، لا هنا لا لا لا, لا تعني، لا تعني هي. نعم. علو. نعم. وعند النزول ايضا الان في الظرفيه طبعا. نعم. احنا نقول هنا في بمعنى على. نعم. وهما يعتبرون معروف في هذا الباب، في اهل اللغه جمهور اهل اللغه يقولون بذلك. فقال ابن مسعود بين أن ما بين السماء والأرض 50,000 سنة، وما بين السماء أخرى إلى 50,000 سنة، وفوق ذلك الماء في السماء السابعة، وفوق الماء العرش. قال والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. غيب، هذا موقوف له حكم الإيش؟ حكم الرفع. فعندنا كتاب وسنة وإجماع أهل السنة أن الله في السماء سبحانه وتعالى. لما قام سامحني هذا الموضع لابد من إشباعي، لأن كلمة الله في كل مكان كلمة خطيرة جدا جدا جدا. فسامحني بالله دقيقة واحدة اعطيني مني اياه. من اجماع الصحابة في السنة الكائي قام ابو بكر وقال عندما خرج من لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ميتا بابي هو وامي، وعمر كان ما استطاع ان يتقبل، قام انا اريد الشاهد، قام ابو بكر فقال اليك عنا يا عمر، ثم قال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت في السماء. وأبو بكر أيضا عمر أيضا قال على خولة، قال أما تعلم من هذه؟ هذه التي سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات. ابن عباس يدخل على 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 عائشة ويقول أبشري وهي تموت تحتضر، من السنة أنه يبشرها ويؤملها في الله خيرا، تموت حسرة الظن بالله. فقال لها أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أنت التي، هنا شاهد سيأتي، برأك الله من فوق 7. وهكذا إجماع الصحابة. إذا كتاب وسنة وإجماع بأن الله فوق السماء وأن الله في العلو. وحديث مسلم ظاهر جلي، لما معاوية بن الحكم السلمي صفع الجارية على وجهها فأراد أن يعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، هذا فاصل.
فلما جاء بها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، شوف انظرنا لما قال له اعتقها، قال لها أين الله؟ قالت له في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. شوف علق الحكم هنا على وصف، الفاء هنا كما قال علمانا يدل على العلية، يعني هنا علية أنها مؤمنة هو كيف النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها الإيمان بعقيدتين. العقيدة الأولى أنها قالت بأن الله في السماء، وعقيدة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فكلمة الله في كل مكان تكذيب للقرآن، تكذيب للسنة، تكذيب لإشباع الصحابة. ولم يرد قط عن السلف الصالح هذا القول بحرم الأحمر. نعم بارك الله. سامحني بالله أن أطلت، سامحني. بارك الله فيك. مع أن المقام يحتاج أكثر من ذلك. جزاكم الله خير. التنشيف عقب الوضوء، هل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وترك ذلك. لما أوتي بمنديل رده، وفي المرة الثانية توضأ في حديث ميمونة، توضأ وأخذه ونشف. فالمسألة سنة عادة. نعم. وإن كان بعض الشافعية وغيرهم وغيرهم يقولون بأن ترك أثر العبادة من السنن المستحبات. نعم جزاكم الله خير. أخونا يراجع ورده بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، وفي نفس الوقت بيبقى جايب قناة الندى، مشغل التلفزيون يعني متابع لأعداده كده، صوت خفيف وهو يقرأ ورده للقرآن الكريم في القرآن، فما حكم هذا؟ هيشوش على نفسه ولا ينضبط له الأمر، وقد لا يعقل ما يقرأ، لا يقرأ القرآن هزا كهز الشعر. نقول القراءة لابد فيها من إيش؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ فإما هذا أو ذاك. نعم جزاكم الله خير. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، مع أن هذا تفسير آخر، لكن نعم أنا ما استدللت بها لأن هذا لها تفسير آخر في هذا الباب، لكن الحق أن نقول التدبر لن يكون مع شيء آخر، وحتى لو كان له الملكة، لأن الدارقطني نعم. كان يسمع القرآن وكان يتكلم في الأسانيد، والمزي كان ينام ويحفظ، هذه بقى اسمها خصوصية الفضائل. نعم. فإن كان كذلك فله. نعم. أختنا الفاضلة يعني عمرها الآن ما شاء الله 42 سنة، حفظها ربي. أمين. لحد سن 35 سنة ما كانش فيه صلاة وصيام وكده، لكن الحمد لله ربنا أتم عليها النعمة وأكرمها بالصلاة والصيام. ما قبل 35 ماذا عليها من قضاء شيخي الكريم؟ أولا حفظها الله. أمين. وشكر لها وأحسن. أمين. إليها. أمين. وثبتها على هذا الخير العميم. نسأل الله جل في علاه أن يقلب سيئاتي حسنات. طبعا مسألة الصلوات في خلاف الأئمة الأربعة، قالوا بالقضاء، قالوا بأن لابد أن تقضي ما مضى، لكن كيف تقضي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الرجل وهو قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي نفسي بيدي في الثالثة لا أعلم إلا ما رأيت فعلمني، فلم يأمره إلا بقضاء هذه الصلاة لا الصلاة الماضية، لأنه سيشق عليها جدا في هذا الباب. فأنا أقول الصلاة أكثر من النوافل هذا أفضل لك، والصيام لا عليها أن تصوم. نعم. يعني تنظر في الشهور التي لم تصم فيها أو لم تقضي ما عليها من صيام فتقضي هذه الأيام. نعم جزاكم الله خيرا. يجمع الصلوات بعد صلاة العشاء بسبب العمل، يعني يصلي الفجر ما أعرفش إزاي، لكن ربنا يعفو عنا جميعا، فهل له أن يفعل هذا شيخي كريم؟ ما أدري، حق صوبني وخطأني، أنا الذي أدين الله به أن يترك العمل، يترك العمل. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو ما خلقه عاملا، خلقه عابدا، والعمل فرع والعبادة أصل، فجعل الأصل فرعا والفرع أصلا، هذا لا يصح بحال من الأحوال. أعطى الله الفضل وجعل الصلاة عمدا تأتي بعضها على بعض، ومن ترك شيئا لله عوضه الله فوقه المزيد، لأنه ما خلق لذلك. أو يعمل ولكنه يعني يحافظ على الصلاة. هو أنا الآن افترضت أنه لما بيقول ذلك أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك، لا، أنت تذهب إلى المدير وقل له صلاتي بركة في رزقك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. نعم. فالرزق منوط بهذا. نعم. أخونا أيضا قال له أخوه ما تجيليش تاني بسبب زعل بقى وكده، ربنا يعفو عن الجميع، فعلى من يقع الوزر؟ هل فعلا ما يروحش الأخي تاني يا شيخنا الكريم ولا لا؟ يعني أخوه، أنا ما فهمت السؤال، أخوه قال له لا تأتيني؟ ما تجيليش تاني، في عنده مشاكل، ما في بينهم مشاكل مع بعض، وقال له خلاص أنا ما زي كده ما مش ما تجيليش، ما تجيش عندي. نعم. طبعا لا يسمع له، بل هو يحاول قدر الإمكان أن يرضيه، فيأتي بهدية له ويرسل بالصالحين من قومه من عائلته يوفق بينه وبينه، ينظر ما يرضي أخاه ويحاول قدر الإمكان أن يتقرب إلى الله به، لكن لا يقطع بحال من الأحوال، حتى لو قال له ما تأتيني يذهب يسلم عليه ويسلم على أولاده ويمشي، يذهب يأتي بشيء يدخل السرور عليهم به ويمشي، يتصل بالتلفون
بلوا أرحمكم ولو بالسلام، لكن قطيعة لا يجوز بحال من الأحوال، لا يدخل جنة قاطع رحم. نعم جزاكم الله خير كريم، نسأل الله العفو والعافية. أمين. أعمار أمتي ما بين 60 أو تتراوح ما بين 60 و70، ما صحة هذا الحديث؟ أعمار أمتي حديث صحيح. حديث صحيح. نعم. أخونا كان يسأل عنه. نعم. نعم. سجود السهو هل يجزئ في الصلاة عن أي ركن أو سنة يعني في أو شرط في الصلاة؟ إن كان الركن لا تصح الصلاة إلا بالإتيان به. لابد أن يأتي به أولا ثم يسجد سجود سهو. إن كان زيادة فيكون بعد الصلاة، إن كان نقصان يكون قبل الصلاة، لأن في سؤال جاء قبل ذلك تذكر حضرتك وفصلت أنا القول فيه. دال قاف كاف قاف قاف وما بينهما في الشك مخير بالقبل أو بعد. فإن كان زيادة يكون بعد، كان نقصان يكون قبل. هذا كله الأحاديث ثابتة على ذلك، وهذا تفصيل قول المالكية في هذه المسألة. إحنا بلا يدرون مع الحديث بأسرها حيث دارت. الأحناف يقولون كلها بعد صلاة، الشافعي يقول كلها قبل الصلاة. فالركن لابد أن يأتي بركن أولا ثم يسجد سجود السهو على التفصيل الذي فصلته. وأما السنة فعندنا السنن، سنن أقوال وسنن أفعال. وعلى الراجح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجبر السجود في سنن الأفعال للأقوال. الأقوال ليس لها سجود سهو، يعني لو سهى في التسبيح سهى لا يجبره. عندها عند الشافعية وأيضا عند كثير من الفقهاء يقولون بأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال سواء كانت سنن عند الأئمة الثلاثة أو كانت واجبات عند الحنابلة. مثلا التشهد الأوسط عندهم الجلوس والتشهد، فهذا يعتبر في جلوسه الآن يعني فعل مع القول، فجلوس مع التشهد الأوسط له سجود سهو من أجل الواجب بالنسبة للحنابلة، وهو بالنسبة للأئمة الثلاثة سنة، فهذا يجبره أيضا السهو لو زيادة أو نقصان على ما بينا في هذا اللقاء. نعم شيخنا الكريم، حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة. الأئمة الثلاثة أنها تبطل الصلاة، وأما الأحناف قالوا تصح الصلاة. طب إيش الفاصل؟ ما هو الخلاف موارد. إيش الفاصل؟ حديث أم سلمة جاء موقوفا ومرفوعا. الموقوفة صح، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في خمار ودرع دون إزار؟ قال نعم إن كان سابغا وغطى ظهور القدمين. يعني تصريح أقول الآن أن يغطي ظهور القدمين، فإن تعرض ظهور القدمين الصلاة باطلة لأنها عورة. نعم. والمرأة كلها عورة. نسأل الله القبول والتيسير. أمين. ويعني إنسان يحتاط لدينه طبعا، هذا هو. يقول إزاي أشعر أو أحس أن ربنا راضي عني؟ إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. هذا فاصل الخطاب. إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بل اعملوا، عندما قيل له يا رسول الله الأمر فيما مضى وانقضى أم الأمر أنف؟ يعني إحنا بنعمله هذا مستقبل يعني سيأتي والله تعالى يعلمه بعد ما نفعله، ولا الأمر انقضى ومضى مكتوب ومعروف وهو كما قالوا لابد أن يراه؟ فقال لا، ففيما مضى وانقضى. قال ففيما العمل، يبقى نركل للكتاب اللي مكتوب. قال لا، اعملوا فكل ميسر، هذا الشاهد الذي أريده. قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. انظر، إن يسر الله لك الصلاة، إن يسر الله لك الصدقة، إن يسر الله لك الصيام، في كل مواسم الخيرات أنت سباق بالخيرات، يستعملك دائما لدينه وأصلا وفرعا، يستعملك لقضاء حاجات الناس، يستعملك للطاعات سواء الواجبات أو المستحبات، ينأى بك عن المعاصي والمحرمات، وإن وقعت ألهمك بسرعة التوبة الأوبة وسرعة الفيئة له سبحانه وجل في علاه، فهذا مقامك عند ربك تعرف كيف رضي عنه. أما من يقول أسعى سعيا حثيثا للطاعة وتغلق عليه، أغلق الله عليه باب الواجبات والمستحبات والطاعات، وتراه ينقبض القلب إذا أراد أن يقرأ القرآن، إذا أراد أن يتوضأ، إذا أراد أن حتى لما يسمع بمواسم الخيرات ما يريد أن يسمع بها. فهذا لابد أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله توبة. نعم. نصوح. نعم. هل يجوز شراء الطيور المذبوحة من أهل الكتاب؟ نعم شيخ كريم، كل ذبائح أهل الكتاب تحل. نعم. وطعام أهل الكتاب حل لكم، وابن عباس قال يعني ذبائح أهل الكتاب حل لكم. السلام عليكم. طبعا أهل الكتاب اليهود والنصارى. نعم. والكلام في هذا الباب أنه إلا أن تأتي قرينة. نعم جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا مطلقة وعندي بنت، هل يجوز لي أن أنفق على نفسي أيضا من مال النفقة
التي يرسلها طليقي لأجل ابنتي؟ وجب على طريق حضرتك أنه يعطيك نفقة الحضانة، يعني أنت لك نفقة خاصة نفقة الحضانة غير نفقة البنت، وجب عليه ذلك ولابد أن يشار إليه بهذا. فالنفقة التي تأتيك إن كان الاتفاق غير مسبق، النفقة التي تأتيك إن كانت تسع في الشهر لك وللبنت فهي لك وللبنت، حضانة ونفقة البنت. أخي يعمل في شركة ملابس تصنيع القمصان الرجالي والبلوزات الحريمي، فهل يجوز الاستمرار في هذا العمل؟ وأحيانا تصدر الملابس لبعض البلاد الأجنبية، نرجو الإفادة. نعم شيخ كريم، يعني هو شغال يعمل في تصنيع قمصان رجالي وحريمي وبلوزات حريمي، يستمر في ده ولا لا؟ وأحيانا ده بيصدر لبلاد أجنبية، يعني مظنة أن ده بيتمشي بيه في الشارع من نساء أكيد هتمشي ببلوزة ضيقة أو ما شابه ذلك. شيخ كريم أنت الحمد لله يعني زلت عني أي غشاوة وإغلاق. هو الحق أن أنا يعني الذي علي أنه الأعمال ضيقة والعمل يكون جيد جدا أنه بيعمل قمصان الرجال، أنا أقول له لا تقترب من بلوزات النساء وكن في قمصان الرجال، والأمر بهذا يكون يعني أليق بك، وإلا بلوزات النساء فيها تعاون على الإثم والعدوان، والتعاون على الإثم والعدوان لا يجعل المال حراما يأثم به المرء، لأنه العمل نفسه ليس بحرام، لأن بلوزات هذه لو أخذتها النساء هذا هو. فهو المال نفسه ليس بحرام لكن هو يأثم عند ربي. فهو يبقى على قمصان الرجال أولى. إذا كنت مسافرا وأردت أن أجمع الظهر مع العصر وإمام المسجد يصلي الظهر اقتضيت به، هل يمكنني أن أسلم في الركعة الثانية أم أقتدي به في يعني في تمام الصلاة؟ يعني إن دخل خلف المتم هل يتم؟ نعم، هو عامة مسألة خلافية، الظاهرية يرون أنه لا يتم، وطبعا الحنفية يرون أنه وجوبا أن يقصر، والأئمة الثلاثة وهذا الكلام الصحيح هو أنه حاله من حال إمامه. حاله من حال المقتدى به، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه سألوه يا ابن عباس الرجل مسافر لما يتم إذا أتم بمقيم؟ قال سنة نبيكم سنة نبيكم سنة نبيكم. فهو يتم أربع ركعات الظهر ويسلم ثم يقوم فيقيم للعصر ويصلي ركعتين. نعم جزاكم الله خيرا. بالله عليك يا شيخ، في أخت لي طلقها، ما احنا أجبنا سؤال مسألة أنها حامل ولا كذا، لا أجبنا هذا السؤال، الصفحة ترسل إليها السؤال وقد تقرر، قد أجبنا يا أخ محمد بارك الله فيكم. أخيرا شيخ الكريم، زيارة المقابر في أيام الحداد، الزوجة لزوجها، أيام الحداد اللي هي أيام العدة، يعني أيام العدة 14 و10 يعني. نعم، هو أصلا لا يجوز للمرأة أن تزور القبر لا في عدة ولا في غير عدة. قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز. نعم. ونهينا عن اتباع الجنائز لم يعزم علينا، نهي النبي لا يحتاج إلى تعزيم. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لعن الله زوارات القبور. طب هم قالوا زوارات على صيغة المبالغة، ما هي لما تذهب مرة ستذهب الثانية ثم تجول الثانية إلى وتعلم النساء لا يتوقفن عن هذا الباب، نحيك على أنه لو كانت هناك ممكن تتسخط على قدر الله جل وعلا. الشافعية والحنابلة الذين يقولون من وجوه المذاهب بالحرمة قالوا في الرواية لعن الله زوارات بالنسبة، يعني ضم ازاي لعن الله زوارات القبور، وهنا طبعا يحاكيها حديث ضعيف وهو لعن الله زائرات. نعم، القبور هنا ليس على صيغة، لكن الحديث ضعيف، لكن الحق أنا أقول تتردد المسألة بين الحرمة وبين الكراهة، والذي ندين الله به أن المرأة لا يجوز لها زيارة القبور. دكتور محمد حسن عبد الغفار، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أمين. اللهم أمين يا رب العالمين، ونعتذر بدأنا متأخرين اليوم. أنا أعتذر أيضا يعني المساحة اللي بنأخذها، لكن صدقني الأسئلة وعندي أسئلة كثيرة على الصفحة، لكن أعتذر لهم أيضا لعلنا نجيبها إن شاء الله تعالى في الغد أيضا بإذن الله كان في العمر البقية. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فاسألوا